نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بما بقي من الصلاه، واخذنا صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، ثم كذلك صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الاغتسال. فمن يذكر لي شروط الوضوء؟ أخبرنا شروط الوضوء، ذكرنا في الدرس الماضي شروط الوضوء. بسم الله. الإسلام. الإسلام. العقل. والعقل. التمييز. والتمييز. النية. والنية. انقطاع واستصحاب النية. النية لن تتم الطهارة. انقطاع موجب الوضوء. انقطاع موجب الوضوء. الاستنجاء والاستجمار قبله. إذا كان قلنا لهذا الخارج لابد له من استنجاء واستجمار. طهورية الماء وإباحته. دخول الوقت لمن حدث دائم. ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشر. فتح الله عليك. فروض الوضوء. سبحان الله، ما بقي ما يتوضا. نعم يا اخي. اي نعم. انت قلنا اربعه مذكوره في الايه، تضيف عليها ماذا؟ تضيف عليها الترتيب، ترتيب والموالاه. الترتيب ان يرتب على ما رتب الله، والموالاه بان لا يؤخر غسل العضو ويكون الذي قبله قد جف. قلنا يعني هذه الاربع، الوجه مع المضمضة والاستنشاق، اليدين مع المرفقين، والرأس مع الأذنين، والرجلين مع الكعبين. طيب، صفة الوضوء. صفة الوضوء أخواني، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا نعم. غسل اليدين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا، ما خاصة بعد أن يدخل الواجب. في البداية النية، أن ينوي بقلبه ثم يسمي ثم يغسل الكفين وجوبا في نوم الليل واستحبابا في غيره. ثلاثا هذا في نوم الليل، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا في عندما يستيقظ لصلاة الفجر، ويأخذ بغرفة واحدة. نعم. ثم استنثار باليد اليسرى. طيب. ثم غسل الوجه ثلاثا. الوجه منبت الشعر المعتاد الأسفل الذقن وشحمة الأذن وشحمة الأذن. وقلنا تخليل اللحية سنة في من كانت لحيته كثيفة. لا يرى الخد. وإذا كان يرى الخد أسفل من اللحية فالتخليل هنا سنة. لا واجب. واجب إذا كان يرى البشر. إذا يرى واجب. واجب. للناس أصح أصبح المواجهة تحصل باللحية وما أسفل من اللحية. نعم. نعم. غسل الكفين مع المرفقين. غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين دون أن يشرح في العضد. يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح. الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتين في صماخ الأذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهما، ثم الرجل اليمنى مع الكعبين دون أن يشرع في الساق مع تخليل الأصابع خنصره، ثم اليسرى. وبعد هذا يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صفة التيمم. صفة التيمم. نعم. ينوي. أن ينوي بقلبه. نعم. يسمي. ثم يسمي. يضرب الأرض بيده ضربة واحدة. ضربة واحدة على الأرض سواء كانت من تراب أو من رمل أو من طين أو من حصى أو من صخر. هل يضرب على المكيف؟ لا. جاوبني أنت. لا. لا. على الملابس؟ لا. على الجلد؟ لا. على الثلج؟ لا. لا. أنا. طيب ينفخ الغبار ثم ينفخ او يضرب احدى كفيه بالاخرى ثم يمسح
ثم يمسح وجهه الوجه دون التخليل خفيفة أو كثيفة، ثم ظاهر كف اليمنى دون تخليل أصابع، ظاهر اليمنى ثم ظاهر كف اليسرى فقط. نعم، فتح الله عليك. صفة الاغتسال، قلنا نوع الاغتسال ينقسم الاغتسال إلى قسمين، مجزئ ومعمم. أكمل اغتسال هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسال كامل واغتسال مجزئ. نعم، اجلس فتح الله عليك. نعم، الاغتسال المجزئ. الاغتسال المجزئ هو تعميم سائر البدن بالماء، طبعا النية والبسملة. أن ينوي ويسمي ويعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة الكثيفة مع المضمضة والاستنشاق. اغتسال مستحب. الاغتسال المستحب يغسل الفرجين واليدين، ثم يغسل الكفين، ثم الرأس، يبسمل ينوي يبسمل ثم يتوضأ كامل حتى يبقى غسل الرجلين. اخر شيء يغسل الشق الايمن ثم الايسر ثم يغسل الرجلين. لا تكلم. ازاله النجاسه، ازاله النجاسه، ازاله النجاسه. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن إزالة النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة، مثل ما أخذنا في العودة. نجاسة مغلظة مخففة متوسطة، ثلاثة أقسام. لماذا يرتب العلماء يقول مغلظة مخففة متوسطة؟ لأن إذا عرفنا المغلظة والمخففة، ما عدا المغلظة المخففة نجاسة متوسطة، ما عدا المغلظة والمخففة في العورة عورة متوسطة. مفهوم؟ أخرجنا القليل بقي كثير. مفهوم؟ هذا ترتيب علماء. لأنه قد يأتينا بعض الطلاب يدنا قال لماذا قلت مغلظة ومخففة متوسطة، لم تقل مغلظة متوسطة مخففة؟ خطأ هذا، ما لم يرتب العلماء على هذا. مفهوم؟ طيب، النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، لابد أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. مفهوم؟ نعم، هذا نجاسة من؟ نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا القسم الأول، النجاسة المغلظة. النجاسة المخففة يجزئ فيها النضح. النضح هو رش الماء فقط، يرش الماء فقط دون العصر. الرش مع العصر يسمى غسل. إذن عندنا إما نضح وهو رش بلا عصر، أو غسل وهو رش مع عصر. النجاسة المخففة يجزئ فيها النضح، رش الماء فقط. والنجاسة المتوسطة لابد فيها من الغسل، يرش الماء ويعصر. مفهوم؟ طيب، المغلظة سبع مرات ولهن بالتراب، نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. النجاسة المخففة يجزئ فيها النوح، رش ماء فقط دون العصر. ما هي النجاسة المخففة؟ النجاسة المخففة المذي والمني مع أنه طاهر، وبول الغلام أي الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب طعام هذا حليب الأم. هذه ثلاثة أشياء الآن عندنا. الأول المذي، المذي سائل ليس له لون كالماء لكن لزج يخرج عند التفكير، نجس نجس، ناقض الوضوء ناقض الوضوء، تقدم معنا خارج من السبيل المطلقة. كيف يزال إذا سقط على الثوب؟ نضح فقط. ولكن إذا خرج تغسل الذكر والخصيتين، لماذا؟ حتى ينقطع هذا الخارج. طيب، الثالث الثاني
بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب طعام هذا القوت هذا حليب الأم. كيف تغسل نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام؟ تغسل؟ لا، تنضح رش ماء فقط. الثالث المني، المني طاهر، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقع المني على ثوبه وإذا كان رطب نضح بالماء، يعني رش، وإذا كان جاف يحتم مفهوم أو يحكم. طيب، مع أنه طاهر، يعني أصل خلقة الإنسان، قال تعبت، تناقش رجل مع آخر فقال تعبت أريد أن أجعل أصل هذا طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله من نجاسة. على اعتبار عرفنا المغلظة وعرفنا ما عداهما متوسط، من يعيد لي هذا الذي ذكر في أقسام النجاسة؟ نعم، بسم الله. نعم، المغلظة أول كم نجاسات قلنا؟ ثلاثة. مغلظة مخففة متوسطة. لماذا قلت مغلظة مخففة متوسطة لم تقل سامحك الله مغلظة متوسطة مخففة؟ نذكر القليل حتى يخرج الكثير. هكذا رتب العلماء وقلنا لابد نسير حط لا. نعم، المغلظة نجاسة الكلمة إذا ولغ في الإناء. نعم، نغسله سبعا أولاهن بالتراب. طيب، نجاسة الخنزير هي الكلمة، ماذا ذكر أنا أسأل سؤال محدد يا أخوانا، لا تحيد عن الإجابة. نجاسة الخنزير مغلظة مخففة متوسطة ليس ب... لا نجاسة. جرب الآن، قلنا لك متوسطة. أعرف فتح الله عليك لما أذكرها قلنا كم فقط. الثاني. نعم، ذكرنا أن النجاسات تقسم إلى ثلاث. الثاني، نريد القسم الثاني الآن. مشان نرتبها. المخففة. المخففة ما وقع ما يجزئ فيها النضح. النضح وهو رش الماء فقط بلا عصر. طيب، وما هي المخففة؟ المخففة إما من المذي. المذي وهو سائل ليس له لون كالماء لكن لزج. لا. يخرج عند التفكير نجس ناقض للوضوء، يجب غسل الذكر والخصيتين. وإذا نزل على الثوب يجزئ فيه النضح رش ماء بلا عصر. الثاني. الثاني المني مع أنه طاهر. المني مع أنه طاهر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع المني على ثوبه نضحه بالماء إذا كان رطب، وإذا كان قد جفت أحبته، ولو صلى فيه الصلاة صحيح لأنه طاهر. الثالث بول الطفل الذي الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإذا بال على الثوب ينضح بالماء. فتح الله عليك. من يدخل القسم الثالث؟ القسم الثالث. نعم، متوسطة. متوسطة لابد فيها من إذا لم تكن لابد فيها من من الغسل. أحد يتكلم لو سمعت. نعم، والغسل هو تعميم الماء، رش الماء مع العصر مفهوم؟ في ماء في الثياب. أمثلة مثل شيخنا مثل ما قلت إنه الخنزير ده خنزير بول الجاري بول الولد بول الجاري المتوسطة بول الولد الذي يأكل الطعام متوسطة أيضا. طيب، يشرب حليب بقر متوسطة أيضا. متوسطة. طيب، بول الطير طائر بول متوسطة مغلظة مخففة متوسطة. خطأ، لا أحد يتكلم. أجلس. نعم، لا تفصل يا شيخ. ما هو التفصيل؟ إذا كان يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه. إذا كان يؤكل لحمه مثل الحمام غير حمام. الدجاج. هذا طاهر. تصلي فيه طاهر. تصلي فيه
نعم الصلاة صحيح طاهر نعم طيب نعم. وبول ما لا يؤثر رحمة بول عرف هذا نجس نعم مثل قلنا الغراب غراب مثلا النسر أو غيره من السبور طيب بول البقر بول البقر طاهر طاهر بول الإبل طاهر كذلك روث الإبل نعم طاهر كذلك أجلس فتح الله عليك الآن وهو يمشي في الطريق أو دخل أكرمكم الله للحمام وقع على ثوب نقطة من البول رآها أمامه نقطة من البول ماذا يصنع؟ يرجع إلى بيته ويغسل الثوب كذا؟ لا يأخذ الثوب هكذا ويرش على الماء ويعصر ثم يخرج يصلي ولا يضر لو بقي اللون أو الريح مفهوم؟ مفهوم؟ إن شاء الله طيب الآداب والأخلاق قبل هذا الصلاة على الميت يكبر التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة طبعا يستعيد بسم الله يقرأ الفاتحة ويستحب له قراءة سورة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعي جامع مانع ثم يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمة أو تسليمتين أربع تكبيرات عندنا كل تكبيرة من هذه التكبيرات تقوم مقام ركعة يعني ركن لو ترك تكبيرة الصلاة باطلة يستحب له أن يزيد على أربع تكبيرات لكن هذا من باب الاستحباب خمس تكبيرات سبع تكبيرات تسع تكبيرات مفهوم؟ مرة أخرى كبر التكبيرة الأولى يقرأ بعد الفاتحة بعد أن يستعيد وبسم الله يستحب له قراءة سورة ثم يكبر الثانية وصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت والأولى أن يدعو بما ورد ثم يكبر الرابعة ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة أو تسليمتين ويستحب له أن يزيد ويجعلها خمس تكبيرات في التكبير الخامسة سنة أو سبع تكبيرات أو تسع تكبيرات هذه هي صلاة الجنازة أما ما يتعلق بتكفين الميت هذا يحتاج إلى درس عملي نعم وهذا ليس وقته والله أعلم طيب الآداب والأخلاق نعم الصدق الصدق يقول يصدق مع من يصدق أولا مع الله أخذنا في شروط لا إله إلا الله أن يكون صادق صادق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده صادق ثم يصدق مع عباد الله والذي جاء بالصدق وصدق به وما زال الرجل يصدق ويتحرى يعني يلتمس في كل أمور الصدق حتى يكتب عند الله صديقه طالب علم لابد يكون صادق تسأله فهمت؟ يقول نعم هو لم يفهم كذاب يقول لم يفهم ايش اشكال؟ لا اشكال نعم البدء بالتحية عند ملاقاة السلام نعم البدء بالسلام عند ملاقاة البدء بالسلام إفشاء السلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم بعض الطلاب يشكو يقول والله في بيننا شيء وكذا وكذا طب لعلك ما تلقيت السلام فإلقاء السلام الله يفتح عليك نعم ورد السلام كان أبوي نعم كم يأخذ من الحسنات السلام عليكم كلما زاد كلما زاد وإذا أكمل أخذ 30 حسنة فتح الله عليه نعم ستر نعم ستر ستر ما ستر المسلم ستر على المسلم يستر على أخيه المسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة يعني ما يفرح رأى من أخيه شيء يفرح أمام الملأ
قل فلان والله رأيته أمس صنع كذا وكذا، طالب معنا في الدواء. من ستر النصيحة أمر، النصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذ لم تعف عنه. ما يمكن أن تأتي أمام الملا وتقول يا فلان لماذا تصنع كذا؟ ما يصح. تأتي وتناصح بينك وبينه، صحيح؟ أي نعم. وهناك في فرق بين النصيحة والفضيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى أشياء من بعض الناس كان يقول عليه الصلاة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مفهوم؟ نعم. فتح الله عليك يا شيخ. نعم شيخنا. الصبر، الصبر على ما؟ الصبر على العلم، على العلم وعلى العمل، وعلى العمل وعلى الدعوة، وعلى الدعوة وعلى على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله. يصبر. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آيات كثيرة في الصبر. وبشر الصابرين وما لقى الذين صبروا وما لقى لذو حظ عظيم. نعم. الله يفتح عليك. ما حكم الأكل باليمين؟ واجب. طب ما حكم الأكل بالشمال؟ حرام. خطأ. 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 نعم كبيرة. فتح الله عليك. نعم كبيرة من كبائر الذنوب الأكل بالشمال. الأكل بالشمال ندعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا استطيع. قال ما استطعت فما رفع إلى فيه. يعني شلت. نسأل الله السلام عنه. هذا ما يكون إلا على محرم، يكون على كبيرة. نعم كبيرة الأكل بالشمال. طيب الأخذ والإعطاء باليمين، حكم الأخذ والإعطاء باليمين يعني سنة. فتح الله عليك. والأخذ بالشمال مكروه، أخذ وإعطاء بالشمال مكروه. فتح الله عليك. طيب الشرب مثل الأكل. نعم شرب اليمين واجب، والشرب اليسار. شرب اليسار حرب كبيرة. نعم فتح الله عليك. فجلس. نعم البشاشة. فتح الله عليك. نعم اجلس. صحيح. يعني بعض الناس نسأل الله السلام عليه عبوس، وهذا صدقة. نعم تبسمك في وجه أخيك صدقة تتصدق بها. جزاك الله خير. نعم يأكل مما يلي. يا غلام سم الله. إذا التسمية عند البدء في الطعام، وإذا نسي يقول بسم الله ولو آخره. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا إذا كان الطعام نوع واحد، إذا كان الطعام نوع واحد يعني هذا الصحن انتبه يا أخي فيه رز مثلا فتأكل مما يليك. لكن الطعام أنواع، هنا رز وهنا لحم وهنا دجاج وهنا خضار وهنا كذا. تأكل مما يليك، مما يليك رز. الثاني هذا يعتبر مما يليك فنصح أن تأخذ منها لا أشكال، لكن إذا كان نوع واحد تأكل مما يليك فقط. فتح الله عليك. نعم التسمية عند الابتداء وحمد الله سبحانه وتعالى عند الانتهاء. الله يفتح عليك. نعم الحياء. الحياء
إذا لم تستحي قال فاصنع ما شئت، والحياة لا يأتي إلا بخير. أحيانا تسمع بعض الشباب هدانا الله يا يقول ها لماذا ما تجيب في الدرس يا أخي؟ لا تستحي، يصح هذا الكلام؟ لا، سبحان الله، يقول لا تستحي. يصح هذا الحياة؟ ما يصح، مكروه. لا ما يصح يقول لا تستحي، أعوذ بالله، ما يصح هذا. الحياة لا يأتي إلا بخير. ماذا يقول لهم؟ لا تخشى، الحياة لا يأتي إلا بخير. فتح الله عليك. نعم. عند المدرس. نعم، الله يفتح عليك. يقول التأدب بآداب طالب العلم في حلق العلم، منها النوم والاتكاء ومد الرجلين واللعب في الجوال. هذا يأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد، يأتي بإذن الله. نعم. التواضع. التواضع، من تواضع لله رحمه، وضد التواضع التكبر والترفع على الناس. طيب الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعل حسن، هذا ليس من التكبر. قال الكبر ما هو الكبر؟ وطر الحق وغمط الناس. نعم، يرد الحق ويظلم الناس. الله يفتح عليك. الكرم. كرم. وضد الكرم البخل. البخل. طيب فتح الله عليك. إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق صدق. طيب هذا الذي في السيارة أحيانا يفتح الزجاج ويرمي قارورة البيبسي أو العصير أو قشرة الموز أو كذا، هذا مخالف ولا موافق؟ مخالف. مخالف. إماطة الأذى عن الطريق صدق. نعم، حتى في بلاد الكفار. حتى في بلاد. نعم. طيب الحمد بعد العطاس. الله يفتح عليك. يحمد الله بعد العطاس، ماذا يقول؟ الحمد لله. الحمد لله. بماذا يجيبه؟ يرحمك الله. يرحمه. وبماذا ترد؟ يهديكم الله ويصلح. الله يفتح عليك. الله يهدينا وإياك. طيب هذا عطس ولم يقل الحمد لله. ما بالله يرحمك. ما تقول له؟ صحيح. يقول الحمد لله. لا، لكن لا، إذا كان يعرف ما تقول له، إذا كان لا يعرف يعني حديث عهد الإسلام وكذا تعلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند العطاس أن نحمد الله، مفهوم؟ أجلس. فتح الله عليك. أنت برأس الوزن. المروءة. المروءة. كيف المروءة؟ يعني في أشياء أخوان لا تليق أن المسلم يصنع. نعم، بل أن سيأتي معنا في العقيدة الوسطية، كذلك ذكرها شيخ الإسلام يعني نقلا عن بعض العلماء، أمور أصبحت شعار لها السنة. نعم، ومنها هذه ما ذكرت يعني المروءة، وأشياء تسمى خوارق المروءة، مفهوم؟ مثل يعني مثال الآن طالب من طلابنا الآن يجلس في المقهى، تعرف المقهى؟ يشرب فيه الناس الدخان وكذا، يقول أنا ما أشرب لكن أجلس، نقول لا ما ينصح، مفهوم؟ نعم. وين وصلنا؟ نعم. التخلق بأخلاق القرآن. نعم، يعني من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة وباطن، ولابد أن يظهر هذا الخلق على يعني خاصة طالب العلم وقارئ القرآن. كان خلق القرآن عليه الصلاة والسلام، يعني أوجزت عائشة رضي الله عنها قالت كان خلق القرآن. نعم، إذن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن. نعم. العفة. نعم. العفة. العفة عن كل محرم والنزاهة. نعم، يبتعد عن كل محرم. فتح الله عليك.
الأمان. الأمان وضد الأمان خيانة. طيب الوفاء. وفاء بالعهود وضد نقض العهود. طيب هذا شيء معنى في كتاب التوحيد غير. نعم. عن صحابة أصحاب السوء الأصدقاء ثلاث. أصدقاء ثلاث. صديق فضيلة وصديق شهوة وصديق منفع. الأول صديق فضيلة فهذا أندر من كبريت الأحمر إذا وجدت الزم. الثاني شهوة يريد فقط منك يعني ما يشتهي أنك تمزح وتضحك وكذا. نعم. والثالث منفع ينتفع منك بمال وكذا. متى أفلست وليس معك شيء تركه. وقد قيل أن هناك أناس مصاحبتهم سم قاتل. مصاحبتهم سم قاتل. وأناس مصاحبتهم داء. وأناس مصاحبتهم لا داء ولا دواء. وأناس مصاحبتهم دواء. كم؟ أربعة. من تكون مصاحبتهم سم قاتل أهل البدع. سم قاتل. الثاني مصاحبتهم داء أهل المعاصي. لا داء ولا دواء هذا الذي لا فيه لا يأمرك بالمعروف ولا ينهاك عن المنكر. نعم. الرابع أناس مصاحبتهم دواء. طلاب العلم. طلاب العلم طلاب العلم مو طلاب العلم طلاب العلم. انتبه. أي نعم. طيب اجلس. نعم. الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب. لكن هذه المسألة يعني تحتاج زيادة بسط في الإيثار المستحبات. يعني الآن هذا الأخ حارس على الصف الأول. وجاء فلان من الناس. هل يرجع؟ لا. إلا على ما يذكر بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يذكر ما حدث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها والله. عمر رضي الله عنه في مرض الموت قال إن أنا مت فخذوني واستأذنوا من أم المؤمنين عائشة. إن أذنت فادفنوني وإن لم تأذن أي مع النبي عليه الصلاة والسلام كفر الله عنه وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين أي في البقيه. فعندما مات عمر وجهز وبعد أن صلي عليه استأذنوا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت والله ما كنت لأوثر على هذا أحد إلا عمر رضي الله عنه. كانت تعرف ويعرف كل الصحابة رضي الله عليهم منزلة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا يحتج به ابن القيم على الإيثار بماذا؟ مستحبات تدفن مع زوجة مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها. لكن آثرت على هذا مع أنه مستحب. آثرت على هذا من؟ عمر رضي الله عنه تعرف قدر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر. مفهوم آخر. يعني هذا يذكر ابن القيم أن صح الإيثار والمستحبات يستدل بها وهي عمل الصحابة رضي الله عنهم. مفهوم؟ نعم. طيب نعم. الدعاء للمؤمنين. نعم. الدعاء للمؤمنين والمؤمنين. الدعاء للمؤمنين والمؤمنين. دعاء الكفار. طيب سبحان الله من قال؟ بالهداية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
اجلس انت حلالي. غير هذا بر الوالدين. بر الوالدين، بر الوالدين كيف يكون؟ بالإحسان إلي الإحسان وطاعتي. تهدوك هلا كاد المريض أن يقول أخذوني. أوقف. نعم إيامك المريض. لا لا ماذا كان بينهم؟ هذا أول شيء قال الصدق. إذا بعد الدرس اشرح له. طيب طيب اسمع خليهم. نعم بالإحسان إليهم. كيف الإحسان؟ يظهر فيه العرف، فكل ما عده العرف بر وصلة فهو بر، وصلة ما لم يخالف الشرع. يعني هذا الأخ يعيش في بلدة كذا صحيح بعيد عن والديه، فكيف يكون البر؟ بما جرت عليه العادة، قال لابد أن يتصل بكل عيد، ولابد أنه إذا نزل يأتي بالهدايا، فإذا لم يأتي بالهدية هذا دليل أنه نقض البر في العرف ما لم يحصل. نعم يكون معصية. مفهوم؟ طيب وكذلك صلة الأرحام، يعني الآن وهو في بلادي ما يستطيع أن يتصل على كل الأقارب ولا على خالتي، يعني يكلف هذا كثير. حتى هي خالتي مثلا لو اتصل عليها في كل اسبوع تقول يا والدي تعبتنا، لماذا تتصل كل اسبوع؟ يعني عشان انا ارتاح قليل. لكن يعرف ان هناك خاله تحب ان يتصل عليها في كل شهر مثلا فهو يتصل عليها، ويتصل على والدتي مثلا ويقول لها ابلغي تحياتي واشواقي الى العائله الكريمه، تكلم الأهل والخالات والعمات تقول والله فلان يسلم عليكم، يقول والله هذا واصل صح؟ نعم نعم. عيادة المريض يقول إيش؟ عيادة المريض يعني يعود ويكرر عليه الزيارة. مفهوم؟ عيادة. ولذلك قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد يأتينا كل عام، عيادة المريض تكرر عليه الزيارة. اصبر. طيب وقال زيارة القبور، زور القبور، فنتذكركم الآخر. عيادة المريض تعود عليه الزيارة. متى تزور المريض؟ في أي وقت؟ في منتصف الليل؟ لا، في وقت الزيارة. تطيل البقاء عنده؟ لا، إلا إذا أحب. بماذا تتحدث عند المريض؟ نعم تقول لا بأس طهو جزاك الله خير. يعني بماذا تتحدث؟ تتحدث عن الموت؟ عن قنوط من رحمة الله؟ ها مالك؟ يعني تأتي للمريض ترى تعبان وكذا تقول له يأتيني إن شاء الله كتاب التحية. طيب فتح الله عليك تذكره بماذا تذكره؟ تذكره بأنه يحتسب الأجر، يتفاعل، يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. هذا بعتي بإذن الله. فتح الله عليك لا تتكلم. نعم حسن العهد. نعم حسن العهد. حسن العهد مع من؟ مع الناس، مع المسلمين. حسن العهد من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله جزاك الله خير. نعم يعني يكون حسن العشرة سواء مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الناس. التفاؤل وهذا يأتينا بإذن الله في كتاب التوحيد، وضد التشاؤم. نعم فتح الله عليك. غير نعم الأناش الحلم والأنا. قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. الأحنف بن قيس معروف بماذا؟ بالحلم. يقال أنه قال له رجل قال والله لو تتكلم كلمة أرد عليك بأربعين، قال والله لو أسمع منك أربعين كلمة
لم أنطق بكلمة واحدة. نعم. طيب فتح الله عليك. غير. نعم. الرحمن لجميع المخلوقات. نعم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم. نعم. الإخلاص في العمل. إخلاص، ذكرنا أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، أن شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص، ولهذا ندرس التوحيد، والمتابع لهذا ندرس الفقه. أي نعم. وغيره غير هذا. ثم خلتم دورة. نعم. أكل ويشرب جالسا. نعم. أكل ويشرب جالسا. طيب. نعم. التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى، لا تعاون على الإثم والعدوان. ومنها التعاون الآن هنا في المذاكرة، هذا ذكرنا لكم أن هناك من لا يعرف، يعني هذا الأخ مثلا يترجم لهذا الأخ جزاه الله خير، لكن بعد الدرس تعاون، تعاون في يعني إيصال المعلومة للطلاب، أحيانا قد لا تصل هذه المعلومة فيصلها له بعد الدرس. فتح الله عليك. فكل ما كان فيه يؤدي إلى الأمر بالمعروف فهذا خير وبر، وكل ما كان يؤدي إلى معصية فهو محرم، كل ما يؤدي إلى طاعة فهو طاعة. نعم. الوسائل لأحكام المقاصد بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. الوسائل اترك القاعدة ذيك قاعدة الكفر اتركها، الغاية لا تبرر وسيلة، لا ما يصح قاعدة من قاعدة الكفر، لكن ما قلنا الوسائل لأحكام المقاصد بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. المشي إلى الحج يؤجر عليه العبد، المشي إلى المساجد، بل حتى الرجوع يؤجر عليه، متممات هذه، لأن عندنا وسائل ومقاصد ومتممات، ثلاثة أشياء: وسائل، مقاصد، وسيلة المشي للمساجد، المقصد الصلاة في المسجد، المتمم الرجوع إلى بيته يؤجر عليه. نعم. وكذلك المشي المحرم وسائل ومقاصد ومتممات، مفهوم؟ طيب فتح الله عليك. كم بقى على ذلك؟ كم بقى على ذلك؟ ساعة وربع. الحمد لله. في إشكال في الاختبارات في الدرس سواء أصول الثلاثة أو القواعد أو الدروس؟ هل هناك إشكال في الأسئلة في شيء؟ لا شيء. نعم. عورة المرأة وجهها قلنا عبر الغلظة الوجه قلبت. أنا قلت عورة المرأة يعني في الصلاة. في الصلاة. نعم. اليدين. قلنا إلا وجهها. نعم. إن انكشف شيء من الكفين أو شيء من باطن القدمين أو ظاهر القدمين يقول شيخ الإسلام لا إشكال. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن صلت المرأة في ثوب سابق، في ثوب سابق يعني مثل الفستان هذا اللي تلبسه وغطت رأسها فصلاتها صحيحة، لأن هذا يقول عمل الصحابيات رضي الله عنهم، مفهوم؟ إن انكشف الكفين أو باطل القدمين أو الرجلين يقول الصلاة صحيحة. كفته الشيخ الإسلام. نعم. غيره. نعم. شيخ أول الأنبياء نوح أم آدم؟ أول الأنبياء آدم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم، وآدم أبو البشر، قال نبي مكلم. وأول الرسل نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، في حديث الشفاعة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول آدم عليه السلام في حديث الطويل حديث الشفاعة يقول اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول، مفهوم؟ نعم. غير. نعم. صلاة المميز ابن
صلاة المميز. هل هي نافلة أم فرض؟ نعم. هل هي نافلة أم فرض؟ كيف نافلة أم فرض؟ يعني تقع منه نافلة ولا فرض؟ يعني مفروض. هي لا تجب عليه الصلاة، لكن يؤمر بها. عندنا في صلاة الصغير أمرين، أمر للولي وأمر للصغير. الولي يجب عليه أن يأمر ابن سبع سنين بالصلاة، هذا توجيه لمن؟ لأولياء الأمور. الثاني توجيه للصغار أن يصلوا، تعودهم على الطاعات وتنهاهم عن المحرمات حتى اعتادوا العمل غيره. نعم. بالنسبة للسفر بالركوب على الدابة، الصلاة نعم. تكون في الجهة التي تمشي فيها الدابة. تمشي فيها الدابة. بس ذكرت يا شيخ إنه عند المشي وعندما تكون في غير الجهة يجوز لك أن تصلي في غير جهة عندما نعم. تكون تمشي. نعم. لماذا لا يصلي وهو يقف ويصلي بما أنه يمشي؟ نافلة ولا فريضة؟ نافلة. النافلة يصلي حيث توجهت بالدابة وحيث يمشي. وحيث توجه بالقطار والطائر وما إلى ذلك، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا عبيد. يعني الآن شفان ماشي ماشي الأقدام يعطيك السؤال. أنت الآن ركبت في السيارة من هنا، أنت من أهل سوريا صح؟ أنت هنا مسافر، مجرد ما ركبت السيارة قلت الله أكبر وأخذت صلي. الآن مع هذا الجبل تنزل ويمين ويسار صحيح؟ هذه كلها قبلة لك في النافلة. أما في الفريضة لابد أن توقف السيارة تستقبل القبلة وتقوم وتصلي، إلا عند الضرورة. عند الضرورة مثال الآن وانت ماشي في الطريق دخل وقت صلاة الفجر وينزل المطر الغيث ثلج برد شديد ما تستطيع النزول ولا تستطيع القيام في السيارة أصلا وتخشى خروج الوقت، ماذا تصنع؟ تصلي في السيارة وأنت جالس تستقبل القبلة ولا بد. كيف؟ توجه السيارة للقبلة وتصلي وأنت جالس. ما استطعت أن توجه السيارة للقبلة لأنك راكب في قطار لا في سيارة، ما تستطيع توجه القطار. تستطيع أن تقوم وتستقبل؟ لا بد أن تستقبل. كل ما تقدر عليه لا بد من الاتيان به، والذي لا تقدر عليه سقط عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى وأنت تمشي برجلك تصلي النافلة حيث كان المشي، أنت تمشي في هذا الاتجاه مسافر وهذه القبلة صحيح، في تمشي في هذا الاتجاه تصلي في هذا الاتجاه النافلة يصح ولا إشكال. من الذي أوجب علينا استقبال القبلة؟ الله سبحانه وتعالى، وبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع لنا أن نصلي النافلة فيها حيث توجهنا. مفهوم؟ نعم نعم. تبي رأس الشيخ في الأسئلة في قرار مكتوب فيه الإيمان بالله. نعم، يعني الإيمان بالله تكتب كل ما تعرف عن هذه الكلمة. الإيمان بالله تضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، الإيمان بوجود الله ودل على وجود الله على العقل والحس والفطرة والشرع. كل ما تعرف عن هذه الكلمة تكتب. مفهوم؟ إذا هناك الفرق صغير تكمل خلفها في ورقة خارجية كذا. طيب نعم نعم. هل نوافل قضاء؟ هل تقضى النوافل؟ نعم، يعني نام مثلا واستيقظ على إقامة صلاة الفجر هل يقضي؟ يقضي نعم. الوتر يقضى؟ نعم يقضى، لكن يقضى الوتر شفعا، يعني من عادة هذا الأخ أن يصلي ثلاث ركعات الوتر ونعم على الوتر بغير قصد، لكن إذا تعمد ما يقضي مثل الفرائض. بالفرائض يعني هذا الباب أولى النوافل. فنام واستيقظ على أذان الفجر وقام وصلى راتبة الفجر وصلى الفجر بعد الإشراق يقضي، كان يصلي كم من عادة؟ ثلاث ركعات، يقضيها أربع ركعات. مفهوم؟ كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى. مفهوم؟ نعم. تعارض تحصيل الأركان شروط الصلاة مثلا القيام مع استقبال القبلة أيهما يقدم وما هو الضبط في هذا؟ مثلا إنسان إذا جلس على الكراسي في الباص يستطيع أن يستقبل القبلة، ولكن إذا وقف بالفراغات التي بين الكراسي أو غير ذلك لا يستطيع أن يستقبل القبلة.
هنا تعارض عندنا القيام مع استقبال القبلة. والله ما أدري، بس أنا أظن أنه يستطيع أن يقوم واستقبل القبلة حتى عند الكرسي. صحيح، أنا أعرف في الطائرة وفي القطار وفي الباص يستطيع أن يقوم ومستقبل القبلة، ما يلزم أن يكون في هذا في جلسة الكرسي، حتى لو أنه يستدل. الله أعلم أنه يقدر، اللي يقدر عليه يأتي به، والله أعلم، ما أدري. نعم، حكم صلاة الطائرة، صلاة إيش؟ فرض. الآن قلنا يا أخي أنه يصلي ولا أشكال، صلاة الطائرة لا أشكال فيها. إذا كان لا يقدر على استقبال القبلة، يعني لا يعرف القبلة أو كذا، يؤخر إذا كانت هذه الصلاة تجمع جمع تأخير، وإذا كانت لا تجمع أخشى خروج الوقت يصلي على حاله. نعم، يصلي في الطائرة، في القطار، في السيارة، في شيخنا ذكرت بارك الله فيكم في شروط الوضوء استصحاب حكم النية. نعم، يعني هذا الشرط لماذا فقط في الوضوء ولم يضاف في شروط؟ لا لا، هو حتى في الصلاة. الآن لو في الصلاة في الركعة الثانية قطع النية وقال أنا ما أكمل الصلاة، انقطعت. إيه نعم. نعم، حتى في الوضوء في الصلاة. نعم، نعم. اللي ذكرتم أن العورة المغلظة للمرأة الحرة البالغة. نعم، المرأة غير حرة بالغة عورتها متوسط. متوسط. لا تتكلم عن النظر إليها. صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. نعم. بارك الله فيك. بس الشيء اللي ذكره الأخ هذا ممكن يرد في إذا بقي وقت قليل للصلاة وعلى شخص جنابة، وضوء جنابة، إذا اغتسل خرج وقت الصلاة. يقول الآن عليه غسل جنابة وأقيمت الصلاة، لو اشتغل بالاغتسال فاتته الجماعة، فاتته الجماعة، هل له أن يتيمم ويدرك الجماعة؟ أو إذا اغتسل قد يخرج الوقت، فهل له أن يتيمم في هذه الحالة؟ لا، لأنه مشتغل بماذا؟ بشرط الصلاة. حتى لو خرج الوقت هذا لا شيء عليه، معذور. مفهوم؟ نعم، يغتسل. والله أعلم، هذا الذي يفتي به الشيخ بن عثيمين رحمه الله. إلا إذا كان مفرط، يعني إذا مفرط أمر آخر. نعم، لا يبقى شيء. طيب، يبقى معنا في الدروس المهمة سجود السهو. سجود السهو. سجود السهو، يعني سجود سببه السهو. يسهو، الإنسان يسهو. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. لو تعمد الزيادة في الصلاة باطل، تعمد النقص في الصلاة باطل، لكن باطلة النقص يكون في الأركان والواجبات. أما السنن إذا تعمد ترك سنة الصلاة صحيح، مع أنه خلاف الأول. طيب، إذا عندنا أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك، ثلاثة. نتكلم عن الزيادة. هذا الأخ يصلي، قام في صلاة الظهر إلى الخامسة، إذا تعمد هذه الزيادة قيام الخامسة في الصلاة، لا، اللي يعرف أرفع اسمه، قام إلى الخامسة، قام إلى الخامسة في الظهر، تعمد القيام الخامس. نعم أخي، ولد باطلة. سبحان الله، في الخامسة يا أخي يقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد، باطلة. إيش؟ هل يحاقب الله على الصلاة؟ تقول باطلة؟ هاي زيادة يا شيخ. زيادة خير بلا حسن يا شيخ.
هل يعاقب الله على الصلاة؟ يعاقب إذا زاد في الصلاة. يعاقب الله على الصلاة؟ إذا زاد في الصلاة مو الصلاة. يزيد خامسة ويزيد سادسة، ما الإشكال؟ هدي محمد. نعم، يعاقب الله على مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، باطلة صلاة ولا شك في بطلانها. أجلس فتح الله عنك. طيب، إذا تعمد فالصلاة باطلة، وإذا كان ساهي، قام إلى الخامسة. متى تيقن أنه في الخامسة ماذا يصنع؟ ولا يزيد شيء. لو زاد شيء فالصلاة يعني قال الحمد لله رب العالمين ثم تيقن أنه في الخامسة. لو قال الرحمن الرحيم بطلت الصلاة، لأنه أنا الآن هنا تعمد الزيادة، مجرد ما تيقن أنه زاد ماذا يصنع؟ يرجع يجلس مباشرة. فإذا كان تشهد من قبل يسلم، وإن لم يتشهد يتشهد ويسلم ويسجد للسهو. هذه في ماذا؟ في الزيادة. طيب الثاني النقص. يسلم الشيخ يسلم ويسجد سجود السهو. الثاني النقص. النقص ننظر نقص للأركان أو نقص للواجبات أو نقص للسنة. يعني ترى واجب أو ركن أو سنة من سنن الصلاة، وهذا في ثمرة معرفة الأركان وواجبات السنة. فإذا ترك ركن من أركان الصلاة فالصلاة باطلة بكل حال من الأحوال، حتى يأتي بهذا الركن جاهل ناسي عامد. لا فرق في ترك الركن بين الجاهل والعامد والناس. مثال: هذا الأخ ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، قراءة الفاتحة ركن فصلاته باطل. قال جاهل باطل، ناسي باطل، متعمد باطل، ما بأولى. مفهوم؟ حتى يأتي بهذا الركن. إذا ترك الأركان مبطل للصلاة كل حال من الأحوال. طيب إلا الذي لا يقدر عليه عاد هذا أمر آخر. أما ترك الواجب، ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة، جهل ونسيان فالصلاة صحيح. مثال: قام عن التشهد الأول، لماذا؟ متعمد، تعمد ترك التشهد الأول فصلاته باطلة. قام ناسي فصلاته صحيح. جاهل وجوب التشهد الأول فالصلاة صحيح. أما السنة يصح فيها ولا تبطل الصلاة، سواء جاهل أو ناسي أو عامل، لكن خلاف الأولى ولا شك. طيب ترك الركن قلنا مبطل للصلاة بأي حال من الأحوال، جاهل أو ناسي أو عامل، فماذا يصنع؟ نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكره في الركعة الثالثة، ماذا يصنع؟ يقلب الثالثة يجعلها أولى. كل شيء فعله بعد ترك الركن لاغي، كأن لم يصنع شيء، كأنه لم يصل إلى الثانية ولا الثالثة، يرجع إلى هذا الموضع وهو الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة، يكمل الأولى ثم يأتي بالثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. مفهوم؟ كل شيء حصل بعد ترك الركن لاغي، لأنه وقع في غير موضعه. مفهوم؟ طيب هذا بالنسبة للنقص. يبقى معنا الشك. الشك هذا نسأل الله السلامة والعافية. الشك عندنا في كل العبادات، في الوضوء وفي الصلاة وفي الطواف وفي كل شيء. الشك ينقسم إلى قسمين، هذا مهم جدا. تبي يا أخي ارفع راسك، أنت راقب اللي عندك هناك، ها يا شيخ نذير، اللي يتكلم ينام يتكئ يخرج الجوال، انتبه جزاك الله خير. أنا والله ما أراه خاصة أنا خبايا الزوايا. انتبه. إذا عندنا
الشك. الشك في كل العبادات ينقسم إلى قسمين: أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا نلتفت إليه إطلاقاً. أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا نلتفت إليه إطلاقاً ولو كان الشك 99%. يعني هذا الأخ توضأ وعندما جاء للمسجد قال والله ما أتذكر هل مسحت رأسي أم لا، وأخذ ينظر في رأسه يمسح في ماء ما في ماء كذا، انتهت العبادة أم لا؟ لو رجع وتوضأ مرة أخرى آثم، لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان الشك 99%. هذا الأخ صلى الآن معنا ولله الحمد صلاة العصر، قال والله أنا أشك هل قرأت الفاتحة في الثالثة؟ 99% أني لم أقرأ الفاتحة في الثالثة. انتهت الصلاة ما يرجع ولو كان هذا الشك كثير. طاف 7 أشواط بالبيت، وعندما صلى ركعتين وأراد الخروج إلى الصفا إن الصفا المروة من شعائر الله، قال والله أشك إنها 76. ماذا يصنع؟ ما يرجع، لو رجع آثم. الله أكبر، كبر. وجاء لي الشيطان قال أنت متوضي؟ قال والله ما أتذكر. قال طيب نراجع؟ قال نراجع. صلينا العصر؟ قال نعم. وبعد العصر؟ قال بقينا في الدرس. نعست؟ قال لا. طيب بعد هذا؟ قال والله أذن المغرب. ويجلس معه ثم بعد هذا يشك أنه غير متوضي. هو عندما قال الله أكبر، عندما كبر، كبر على ماذا؟ على يقين أنه متوضي. لو خرج آثم. بعض الناس يقول أريد أن أدفع الشك، مو صحيح لأنه ما حدث. يعني هذا يفتح باب الوسواس على الإنسان. وهذا رجل يعني موسوس، نسأل الله السلامة عليه، موسوس وسواس شديد. وبعضهم يصل إلى المرض، يعني يذهب إلى الطبيب وأخذ دواء من شدة الوسواس. ففي آخر الليل هذا الموسوس أيقظ زوجته من النوم، قال لها قومي. قالت ماذا حدث؟ ماذا تريد؟ قال اسمعي، والله أنا أشك والشك عندي قوي جدا أني طلقت. قالت لا 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 لا، ما بقي إلا هذا، يعني تشك في كل شيء إلا هذا. قال لا، أنا والله أريد أن أدفع الشك باليقين، فأنت طالق. يقول العلماء رحمهم الله أنه طلاق هذا ما يقع. جاء رجل لابن عقيل، ابن عقيل إمام، قال يا إمام إني أنغمس في اليم، يعني يدخل ولا يبقى منه شيء، داخل البحر داخل النهر لا يرى منه شيء، أني أنغمس في اليم وأخرج وأظن وأرى أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء، فماذا علي؟ قال له ابن عقيل رحمه الله: أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا يصلي. قال ولم تسقط عني الصلاة؟ لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3 وأنت أحدهم. مجنون. فأي واحد لديه وسواس خير بين أن يترك العبادة ويصبح مجنون وبين أن يترك الوسواس، يختار الأول والثاني. الثاني ولا شك يختار الجنون، فهذا خير. قال إما أن تترك الوسواس أو تترك الصلاة لأنك مجنون، تنغمس في اليم وبعد هذا تقول أرى أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء. وأنت تسمع هذا أحيانا بعض الناس عفانا الله إياكم، يعني قبل أن يكبر الله أكبر، يعني يريد النية يقول مع تكبيرة الإحرام. أي نية هذا مع تكبيرة الإحرام؟ ما أدري. يعيد الفاتحة 20 مرة أحيانا، أي صحيح،
يخرج ويدخل، وسواس في الطهارة أيضا. هذا من أبواب التي يفتحها إبليس على الناس. ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه إغاثة اللافات في مصائد الشيطان. من هذا وساوس يعني أكرمه الله في الحمام، البعض يتنحنح يقول إذا تنحنحت يخرج منه شيء، وبعضهم يعصر، وبعضهم يمشي، وبعضهم يقفز. واحد عندنا عافانا الله والله أخواننا مر تقام الصلاة وهو يلف في الساحات، يلف يقول لابد ربع ساعة ألف يخرج شيء ثم أرجع. وبعضهم قال لي يعني قال ينزل شيء يا أخي، ينزل شيء. يقول شيخ الإسلام إنه هذا اللي ينزل يعني بعد الاستنجاء أثر غسل الذكر بالماء إنه ينزل هذه النقطة. قال لا، أنا وضعت كذا وحللت هذه النقطة وجدتها بول. والله صارت تكون باطلة. شيخ الإسلام يقول يعفى عن يسير النجاسات. نعم، فما يصح أن تصنع هذا. والذكر كما ذكر شيخ الإسلام مثله مثل الضرع. نعم، الضرع إذا مسسته درع، وكذلك الذكر. فلا يعني تلتفت إلى هذه الأشياء، هذا من الوسواس كلها. مفهوم التنحنح وأن يقفز في الحمام وأن يسير ويمشي، هذا كله من الوساوس. وجاءت الشريعة لقطع الوسواس، لقطع الوسواس. وقيمت الصلاة، وقيمت الصلاة. وأراد الشيخ أن يتقدم، الشيخ تقي الدين هلالي رحمه الله، أراد الشيخ أن يتقدم، وإذا طالب من الطلاب قال يا شيخ أتوضأ. يخاف من من؟ هذا الطالب يخاف من من؟ من الله، لكن مؤدب. استأذن من أستاذ، من أستاذ، من الشيخ، قال الشيخ أتوضأ. ذهب وتوضأ ورجع، فقال له الشيخ تقي الدين هلالي، قال ما شاء الله عبد الرحمن، وضوء السلف. إيش معنى؟ ما أخاف. من يعرف؟ بسرعة توضأ. بسرعة توضأ، ما عنده وسواس. وسواس مع السلف، ما عنده الوساوس. مفهوم؟ ويفتح عليه باب الوسواس حتى يعني يوقع في كذا وكذا. مفهوم؟ إذن القسم الأول من الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، ولو كان الشك 99.9. طيب الثاني أن يكون الشك في وسط العبادة، أن يكون الشك في وسط العبادة داخل العبادة. فهذا ننظر فيه، كثير الوساوس لا يلتفت أيضا. يعني بعض الناس هدانا الله إياكم عفانا الله إياكم دائما دائما عندما يصلي ركعتين يسجد للسهو دائما، لأنه يرى أنه سجد السجدة أو سجدتين في الركعة الثانية، دائما مضطردة، قاعدة مضطردة عنده، دائما يسجد للسهو. فهذا لا يسجد للسهو لأنه موسوس. مفهوم؟ نعم. والآن وضعوا يعني المعدات الحديثة، لعل بعض الأجهزة عندكم سجادة تحسب لك السجدات، تحسب لك أنت في الأولى أو في الثانية أو في السجدة وكذا. نعم، هذا الموسوسين ما تصلح يا أخوان هذا. طيب لا أعلم. طيب هذا كثير الوساوس لا يلتفت إليه، قليل الشكوك. ماذا يصنع؟ يبني على الأقل أو على الأكثر؟ لا، يبني على ما ترجح لديه. صلى الظهر وشك، هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ نقول ماذا ترجح؟ يقول ترجح لدي أنها أربع، نقول اجعلها أربع وسجد للسهو. قال ترجح لدي أنها ثلاث ركعات، نقول اجعلها ثلاثة وصلي الرابع وسجد للسهو. قال استوى الأمر، استوى الماء والخشبة، ماذا أصنع؟ نقول الآن تبني على الأقل. إذا ليس دائما البناء على الأقل، تنظر ما ترجح لديك، ثلاثة تجعلها ثلاثة وتأتي بالرابع وتسجد للسهو، أربع ترجحت أكثر من ثلاثة تجعلها أربع وتسجد للسهو، استوى الأمران تبني على الأقل. مرة أخرى، الشك ينقسم إلى قسمين، داخل وخارج العبادة. خارج العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا،
والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. داخل العبادة انقسم إلى قسمين، كثير الشكوك لا يلتفت إليه، قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، إن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. إذا سهى في السهو ماذا عليه؟ سهى في السهو الآن سجدة ثم الثانية ثم يسلم، سجد الأولى ثم الثانية ثم أراد الجهاد، تذكر ماذا يصنع؟ إذا سهى في السهو فماذا عليه؟ اجتمع بن رشيد، اجتمع الكسائي أبو يوسف، كسائي عالم في النحو، وأبو يوسف رحمه الله عالم في الفقه، فقال كسائي عالم في النحو، قال كل من أتقن علم يستطيع أن يفتي في بقية العلوم. غضب أبو يوسف، كلام ما يصح، كيف يصح يدخل في علم النحو يفتي في الفقه؟ يصح؟ ما يصح. غضب أبو يوسف رحمه الله وقال لا يصح. قال كسائي بلى يصح. قال ما تقول في من سهى في السهو؟ قال لا شيء عليه. قال استدل على هذا من أين؟ من النحو. فقال له المصغر لا يصغر، سهى في السهو مصغر لا يصغر، فلا شيء عليه. من انتصر الآن هنا؟ كسائي. لكن في الحقيقة هو هذا اللي يقوله باطل، ليس بحق، باطل أن يقول أن كل من أتقن العلم يصح له أن يفتي في بقية العلم، لا ما يصح، مفهوم؟ نعم. طيب إذا سهى في السهو فلا شيء عليه، مفهوم؟ طيب زيادة مبطل للصلاة عمدا، سهوا متى تيقن يرجع، نقص للأركان الصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن ويسد للسهو. أما إن كان النقص للواجبات سهوا فالصلاة صحيحة وتجبر بسجود السهو، هذا إذا انتقل من مكان الواجب، وإن لم ينتقل يأتي به. الشك قلنا ينقسم إلى قسمين، قليل كثير. قليل الشكوك قبل بعد الفرغ والانتهاء من العبادة، هذا لا يلتفت إليه. داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، قليل الشكوك كثير الشكوك، كثير الشكوك لا يلتفت، قليل الشكوك يبني على ما ترجح، إن لم يترجح يبني على الأقل. وهناك رسالة مختصرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في سجود السهو. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب نبدأ بدراسة كتاب التوحيد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.